عارفين كده في حاجات اخلاقيه للاحتلال ملهاش حل، يعني يصح ان نقول انها وصلت الى القاع. تخيلوا ان هم بيهددوا الناس في منشورات لحد دلوقتي، في منشورات بيقولوا يعني فيها وقتكم بدا يخلص، لحظه الاجتياح خلاص قربت، اهو المنشور قدامكم. وفاهمين بقى حضرتكوا عارفين الشغل ده بقى، يعني انتوا عارفينه. لكن زي اي احتلال خسيس، يا اما يتعامل بالتهديد يا اما يتعامل بالابتزاز والمساومه. فقالوا لاهالي غزه في المنشور ايه؟ الفرصه المتاحه ستنفد، توجهوا لنا بسرعه بمعلومات عن المختطفين اللي عندكم، وهنديكوا فلوس مكافئات ماليه هنبسطكم، يعني مستقبلك انت وعيلتك على المحك. بس الغبي اللي كاتب المنشور نسي انه ما تركش لحد في غزه عيله، ما تركش لاهلنا في غزه بيت يقعدوا فيه عشان خاطر يفكروا يقروا في الكلام الفارغ ده. خلونا نفهم اكتر المنشورات دي معناها ايه. معانا الاستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. مساء الخير يا استاذ محمود. استاذ محمود الشناوي مساء الخير عليك يا فندم. استاذ محمود حضرتك سامعني؟ طيب لحد ما يقعد لنا الاستاذ محمود الشناوي. عارف يعني ايه ابعت منشور؟ وطبعا خلي بالكم المنشور ده بيبعتوه ازاي؟ بيرموه بالطيارات، ما مش خايفين يدخلوا يا عيني. طب هو حضرتك مش بتقول ان انت بتدك في الشمال لان الجنوب امن؟ هو الجنوب اخباره ايه؟ هو الجنوب امن؟ على امال الضرب اللي بيحصل في الجنوب ده ايه؟ طب انت ما تبعت منشور زي ده وتقول مكافاه ماليه للي يقول لنا على مكان المختطفين، يعني انت في راجل فاشل؟ يا خبر ابيض. الشباك يعني اقوى اجهزه الاستخبارات، زي هم بيقولوا، زي ما هم بيقولوا، مش عارف يوصل لاماكن المختطفين من ما يسمى بالمقاومه الفلسطينيه. ايه ده؟ لا تعالوا بقى خدوا دروس عندنا، يعني انتوا قدامكم كتير قوي، قدامكم كتير حقيقي. يعني الاستاذ محمود جاهز يا جماعه؟ طيب وبعدين هو مين الفلسطيني اللي انت بتكلمه بتقول له هديك فلوس عشان ترشد عن اللي عندك؟ انتوا مجانين ولا ايه؟ الكلام ده تتعاملوا فيه انتوا مع بعض؟ يعني انتوا تحاولوا ترشوا، يعني ترشوا بعض ماشي بتاع، انتوا عندكم الحته دي الله ينور ماشيه تمام، انتوا احرار. لكن دول اهل عزه وكرامه، ده انتوا لما قطعتوا عنهم الوقود ولا كان فارق معاهم؟ استاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط مساء الخير عليك يا فندم. مساء الخير عليك يا استاذ المشاهدين. المنشورات اللي النهارده تم رميها عن طريق الطائرات على اهلنا في قطاع غزه في مناطق الجنوب تحديدا، حضرتك شايف ان مغزاها ايه يا فندم؟ هو الحقيقه يعني كما يقول المثل شر البريه ما يضحك، يعني اذا كان الاسرائيليون قد يعني دكوا كل مناطق غزه ورفض الناس الخروج وقالوا نموت في بيوتنا دفاعا عن ارضنا، واذا كانوا منع عنهم الماء والكهرباء وكل وسائل الحياه وصمد الفلسطينيون، فهل يتخيل هذا المحتل ان تكون مجرد بضع دولارات او شيكلات أو وعد وهمي بالأمان سوف يجعل الفلسطينيين يتخلون عن مبادئهم ويبلغون عن أمور ربما لا يعلمونها وحتى لو كانوا يعلمونها؟ حقيقة أمر مثير جدا للسخرية، ولكن هو يأتي ضمن أساليب الحرب النفسية ومحاولة بس روح الوهن والضعف في نفوس الفلسطينيين. ولكن بالتأكيد من شاهد وتابع ما جرى خلال الأيام الماضية أو الأسابيع الماضية وكل هذا العنف والدم غير المسبوق، الأمر الذي جعل مسؤولين بالأمم المتحدة يستقيلون وجعل حتى الذين يدعمون إسرائيل يقولون أنها تدافع عن، إذا كانت تدافع عن نفسها فإنها يجب أن تلتزم بقوانين الحرب وتحافظ على المدنيين. صحيح. كل
هذا بالتأكيد لم يفت في عرض أي فلسطيني ولن يفت في عرض. ولكن طبعا إسرائيل ما زالت بنفس العقلية الاستعمارية وبنفس العقلية التي لا تقيم أي وزن للقيم الإنسانية التي يحترمها الفلسطينيون كثيرا ويحترمها العرب كثيرا، وتحاول فقط أن يعني تجر أزيال الخيبة وتبذل أي محاولة ربما تستطيع أن تحصل على أي معلومة بعد أن فشلت كل هذه الجحافل وكل هذه الأطنان من المتفجرات أن تجعلهم ينجحون في هدف واحد هو معلن كما قالوا وهو تحرير الأسرى. طيب بعد فشل الاجتياح كما هو معلوم أستاذ محمود، تتوقع تغير في المشهد؟ بالتأكيد طبعا، يعني نحن نرى ونتابع ونشاهد المسؤولين الإسرائيليين بدءا من نتنياهو نزولا إلى كل القادة العسكريين الذين يؤكدون أن إسرائيل دفعت ثمنا باهظا لهذه الحرب وأنها سوف تستمر. تقول أنها سوف تستمر، ولكن طبعا الخسائر فادحة والفضيحة أكبر فظاعة مما كانوا يتخيلون. ربما الفضيحة التي جرت يوم 7 أكتوبر وتحطيم أسطورة أقوى جهاز مخابرات في العالم وأقوى قوة عسكرية في العالم، ربما ما يجري الآن هو فضيحة أخرى وربما أكثر تأثيرا، لأنهم بعد كل هذا الهجوم وكل هذا العنف وكل هذه الدماء لم يستطيعوا أن يحققوا ولو هدف واحد، اللهم إلا تحقيق هدف ربما حلم به الكثيرون في العالم، وهو أن تفتضح أساليب إسرائيل وعنصريتها ودمويتها وأنها لا تقيم أي وزن لأي قانون، وأن ما يشاع عنها بأنها واحة الديمقراطية في بحر الظلمات عندنا أنها ليس لديها ديمقراطية وأنها ليس لديها أي مبادئ أخلاقية، وهذا يؤكد أن طبعا هذا الكائن الغريب في جسد الأمة العربية سوف ينتهي هنا عاجلا أو آجلا. بشكرك الأستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا جزيلا.